السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنعمل البسكوت بالشوكولاتة. طبعا الحاجات دي هتبقى من مواصفات بقى المدارس، تحطي لأولادك في اللانش بوكس بسكوت اللي هو هنعمل ان شاء الله، اللي هو ده بيمو، اللي طبعا صغيرين وكبار بيموتوا فيه. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا جدا. انا طبعا من زمان من عشاق بيمو، يعني انزل سوبر ماركت لازم انا اجيب بيمو، فجبت الطريقة المظبوطة وقلت لا لازم اوريها لحبايبي ونعملها. بس حبايبي، فانا قلت ان شاء الله نجيب الطريقة ونعملها. وقبل ما نعمل بقى اي حاجة، والمعلومة المهمة والاكيدة اللي هقولك عليها، ان انت تدوس اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. الزر الاحمر اللي تحت، ها اللي تحت. تمام، يلا نبدأ بسرعة بقى. المكونات معايا هنعمل ايه؟ معايا كوبايتين دقيق منخول، دقيق ضحى، يعني يكون دقيق للمخبوزات عشان البسكوت يطلع حلو جدا. معايا نص كوباية زيت، معايا نص كوباية سكر عادي خالص، معايا كيسين فانيليا، ومعايا كيس بيكنج باودر. لو عندك فانيليا سائل هيكون احلى، بس انا مش عندي. ومعايا بيضتين، ومعايا معلقتين عسل كبار، ومعايا رشة ملح بسيطة. رشة الملح البسيطة هحطها هنا اهو، واحط كيس البيكنج باودر اهو كده. المواد الجافة كده مع بعض. هبدأ بقى اجيب بولة ومضرب الكهربائي او خلاط المتواجد عندك اهو يا حبايبي. جبت طبق احط فيه البيضتين وكيسين الفانيليا او غطا فانيليا من الفانيليا. اهو يا حبايبي هنزل بالفانيليا. كده تمام. هضرب بقى بالمضرب الكهربائي، اجيب المضرب الكهربائي بتاعي اهو. انا ضربت البيضتين مع الفانيليا، هنزل بالسكر. وهضربهم لغاية ما يبقى كريمي خالص، وهرجع اوريه لحضرتك. هنزل بمعلقتين العسل الاسود. وطبعا العسل الاسود ده بقى بيدي للبسكوتة لون مميز جدا وطعم مميز جدا جدا جدا. جربيه وشوفي بقى الطريقة دي احلى من الجاهز وعن تجربة، وهتقولي نجا قالت. هضربهم برضو اهو يا حبايبي. هنزل بقى بالزيت، انا ماشية معاكم واحدة واحدة عشان حبايبي اللي لسه بيتعلموا نبقى مع بعض كده بالتفاصيل. اهو يا حبايبي كده الخليط جاهز معايا. هجيب بقى الدقيق واحدة واحدة اهو يا حبايبي. الدقيق هقلبه بقى عشان الملح، رشه الملح الصغيره اللي انا حطيتها، وكيس البيكنج باودر اهو. وهبدا بقى اجيب الخليط بتاعي اهو، وهنزل بنص الدقيق اهو كده. وبالمعلقه بقى خلاص، مرحله المضرب خلاص راحت. وهبدا اقلب بقى كده اهو. شوفوا حتى لون العجين، تحسوا ان هو مدي بني شويه. دي بقى الطعم والسر البسكوتة، بتبقى في المعلقتين العسل الحلوين اللي احنا حطيناهم اهو. طبعا البسكوت ما بيحبش العجن، بس احنا بنقلب كل المواد اللي معانا مع بعض اهو يا حبايبي كده. هبدأ بقى انا اعمل بايدي عشان الم العجين كويس جدا. اهو يا حبايبي انا لميت العجينة. لو حسيتيها مفرفته شويه ممكن تحطش معلقه لبن لو دي مثلا زاد معاكي وتلميها، لكن انا الحمد لله ما زادتش معايا ولا حاجه. وهو البسكوت لازم يبقى ايه كده اهو يا حبايبي، زي ما انتم شايفين العجينه اهي، بسم الله ما شاء الله. هحطها كده واحط عليها كيس واسيبها ترتاح في الثلاجه لمده 10 دقايق وارجع نشكلها يا حبايبي. دلوقتي هنبدأ بقى نعمل صوص الشوكولاته اللي احنا هندهن بيه البسكوت البيمو. معايا بصوا الشوكولاته اللي هي الخام دي، بتجيبها من عند العطار. انا كان عندي حوالي نص شوكولاتايه، هتقطعيها يا اما تقطعيها صغير يا اما تبشريها. انا طلعتها من التلاجة وقعدتها شويه بره ففكت على طول اهو. هحطها كده تقطعيها بس يعني عادي مكعبات، احنا كده كده هنسيحها، بس دي اسهل طريقة
اهو. هنجيب بقى الشوكولاتة كلها حطيتها. بصوا هو هي دي اللي انا بستعملها كوفرتينا دي، وهي حبايبي هتاخدي نص الباكت هتعملي بيه الكمية دي. وهجيب معايا حوالي معلقتين زيت، وهقفل الكيس على كده. وهجيب طبق فيه مية دافية مش سخنة، ما ينفعش يا حبايبي سخنة عشان الشوكولاتة بتاعتي ما تخرص. اهو يا حبايبي جبت المية وهحط فيها الكيس، انا ربطاه كويس اهو، وهتسيبيه كده. المية مش سخنة، المية دافية، عشان لو كانت المية سخنة قوي الشوكولاتة هتخرز منك ومش هتبقى مديكي القوام المظبوط. هسيبها بقى كده تسيح مع نفسها، وهجيب دلوقتي البسكوت نشكله مع بعض. اهو يا حبايبي البسكوت سيبته يرتاح، معايا الشنطة دي برضو اهو هنفرد بيها، ومعايا كيس سندوتشات هتحطيه كده تفتحيه نصين وتفرديه، او شنطة اي حاجة المتواجدة عندك. طلع العجينة بصوا بقت متماسكة، هتعرفي تشتغلي بيها هتبقى مية مية ان شاء الله. هقسمها نصين عشان يبقى الموضوع سهل عليا. اهو يا حبايبي ابدأ افردها كده بايدي عادي، وبعد كده هجيب شنطة من فوق اهو وابدأ افردها بقى بالنشابة معايا كده حوالي نص سنتي، هو ده اللي انا محتاجاه، ان هي ما تكونش تخينة قوي ولا رفيعة. اهو يا حبايبي انا فردت العجينة على سمك نص سنتي عشان البسكوتة برضه هتنفش معايا شوية في الفرن. جبت صينية اهو، ومعايا بقى قطاعة او معايا كوباية اللي متواجد عندك، لو عندك اللي هي القطاعة المدورة دي. انا هبدأ اقطع كده اقول بسم الله واقطع بالكوباية، لو عندك القطاعة تمام. اهو يا حبايبي هبدأ اقطع كده، وهخلص بقى الكمية بتاعتي كلها. اكون مشغلة الفرن ومحمياه جامد، اسخنه جامد على درجة حرارة 180. اهو يا حبايبي نطلع البسكوت سهل ويسير بالراحة، بس عشان هو رقيق جدا اهو. هتطلعيه كده هتمسكي الكيس، دي فايدة الكيس عشان البسكوت ما يتكسرش منك وتعرفي ترفعيه من على الرخام. بس كده هي دي كل الموضوع اهو. هتبدأي بقى احط الكمية كلها، ومش دهن الصينية اي حاجة، وهتشغلي الفرن بتاعك وهخلص الكمية وهرجع لك. اهو يا حبايبي انا خلصت تشكيل البسكوت كله، هدخله الفرن على 180 درجة لمدة 10 دقايق وهطلعه على طول، مش هياخد اكتر من 10 دقايق. بصوا حبايبي الشوكولاتة ساحت معايا خالص اهي، هقص بقى طرف الكيس كده. هنزل في الطبق، هتلاقوا الصوص سايح خالص تمام عشان يمسك في البسكوتة بتاعتي كده، وهنحطه برضو في التلاجة شوية يعني اما نخلص البسكوت اهو كده يا حبايبي. بصوا بطريقة سهلة وبسيطة جدا 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 سيحنا الشوكولاتة. يا حبايبي البسكوت ما خدش معايا بالظبط 10 دقايق، وهبدأ بقى اطلعه اهو بسرعة وهو سخن عشان بيلزق، عشان طبعا في عسل. هطلعي بقى كده بالراحة الكمية كلها عشان لو سبتيه يبرد خالص مش هي. اهو يا بنات البسكوت معايا بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تفتح النفس. بصوا تحفة جدا. خليه بقى كده على جنب، وجيبي الصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه مع بعض، اخده كده تقليبة. بصوا سايح خالص. هبدأ اجيب بقى البسكوت معايا اهو، احط حبة صغيرين بس كده اللي هو ايه نلزقه اهو يا حبايبي. بعد كده نجيب واحدة تانية كده، وهنزل هغطسها كده في الشوكولاتة بسم الله اهو.
بعد كده هنزلها كده عشان بس الاتنين يبقوا على بعض، واصفيها جامد. عايزه اتاكد ان هي مش بتنزل يعني، اهو كده. ومعايا بقى يا ورق الزبده يا ورق اللي هو الالومنيا ده، بس انا بفضل الالومنيا. اهو عندك اللي هو الفويل العادي، هعمل معاكم واحده تاني اهو يا حبايبي. هلزقها بنفس الاسلوب برضو، والله اطعم واجمل من اللي احنا بنجيبه من بره بكتير جدا. اهو سهله وبسيطه ومش مكلف خالص، يعني مش مكلف خالص. هتصفي على شوكه عشان تتاكدي ان صوص الشوكولاته كله نزل اهو يا بنات، عشان بس ما تبقاش محمله شوكولاته. بس انا كده هعمل الكميه كلها بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه، وهرجع اوريكم. هندخله الثلاجه لمده 10 دقايق الشوكولاته تمسك بس، وهرجع بقى نشوف هنقدمه ازاي. اهو يا حبايبي كده انا طلعته من الثلاجه، قعد يا دوبك 10 دقايق او ربع ساعه حاجه زي كده، وده اللي انا ما عملتهوش. عادي ممكن تاكلوه كده مع الشاي، او تعملوه زي ما انا عملته بسكوت، يعني 100% الوصفه بالظبط. تمام يا بنات، هشوف بقى هتقدميه في ايه. بصوا الورق اللي هو اللي بتاع الكب كيك ده، تحطي فيه وتقدميه لاولادك عادي خالص، هيبقى حلو جدا برضو. اهو يا بنات انا حطيته في الورق اللي هو بتاع الكب كيك، حاجه كده بجد تشرفك قدام ضيوفك وقدام اولادك. وينفع بقى ده من وصفات اللانش بوكس اللي اساسي عندي في المدارس، بعمله لاولادي وبحطه لهم في اللانش بوكس. حاجه كده جميله جدا ومفيده وما فيهاش اي مواد حافظه. وبصوا يا حبايبي انا قسمت واحده بالنص كده، قسمتها بالسكينه، بصوا عامله ازاي. هو بيمو ما فيش كلام، الشوكولاته تحفه والطعم روعه جدا جدا جدا، طريقه مظبوطه على الشعرايه. اهو يا حبايبي تمام، احنا كده قدمناه. لو حابه بقى هتعمليه كله وتحفظيه في علبه ليها غطا في التلاجة، لازما يا حبايبي الخطوه دي. ولما اولادك يعوزوا او هتقدمي لضيوفك او اي حاجه، هتقدمي لهم كده على طول من التلاجة، عشان الشوكولاته طبعا والجو اللي احنا فيه ده. ويا رب يكون الوصفه عجبتك. فيديو بقى دوسي لايك مفيش كلام، ولو انت اول مره تشرفيني اوعي اوعي تطلعي من القناه الا لما تدوسي اشتراك. شجعونا بقى يا جماعه بقى، شجعونا شويه بقى يا جماعه بقى. بصوا انا بجيب لكم كل حاجه اهو. يلا حبايب قلبي طبعا فضلا وليس امرا، لو عجبك الفيديو دوسي لي لايك، ولو انت اول مره تشرفيني دوس اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كان معاكم نوجا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.